الوطن الذي نفتخر به، شخصية من بين الشخصيات البارزة في تاريخ المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي، أدى واجبه تجاه بلاده على أكمل وجه، قدم التضحيات الكثيرة التي ستظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة، فهو مثال يحتذى به في الجهاد وأيقونة الجزائر التي لا تموت أبداً في قلوب أبنائها. الأمير عبد القادر الجزائري البطل الذي سيبقى حياً في ذاكرة الشعب الجزائري والعربي. أيا عبد القادر كنت القدير، وكان النضال طويلاً عسيراً، شرعت الجهاد فلباك شعب، ونجاك رب فكان النصيراً، ونظمت جيشاً وسست بلاداً، فكنت الأمير الخبير الخطير.